السلام عليكم ورحمه الله. بعد اللايف ديال شوف تي في اليوم في هذا الوقت الحساسيه الشهيه تم النداء ديالكم السيد القائد وتم الحوار. اشنو الخلاصه ديال السلام عليكم؟ شكرا. طلع واحد الحوار بيننا وبين القائد وتوصلنا لواحد الحل اللي هو حل ما نقولوا الحل النهائي ولكن حل نسبي اللي هو الالغاء ديال شهاده النوتير وغنعطيونا رخص على عن طريق الاستفاده مباشره باش نقوموا بالبناء ديال البقاع ديالنا ولكن حل نسبي ومؤقت دابا حاليا ولكن لا ندري في قادم الايام ماذا سياتي وشكرا. شكرا لك. لكن حاجه السلام عليكم الحاجه من بعد النداء ديال شو تي في النداء ديالك اليوم تم سيد قايد شو الحوار اللي كنشوفك فرحانه؟ الحمد لله هذا هو ولكن حنا ما درناش معاهم شي صعوبات حنا كنطلبوا من الله تبارك وتعالى يكون هذا الشيء سلمي دابا هو قال لهم بديك الورقه ديال سميتو الاستفاده باش غادي نتبعوا كنطلبوا الله زعما امين سميتو هذا الشيء اللي بغينا حنا كنطلبوا الله حنا تشردنا وتعيينا هذا الشيء حنا ملي داروا معنا هذا اللي دار معنا الحل كنشكرهم كنشكرهم شكرا. كنشوفوا معايا متابعينا شو تي في بعد اللايف ديال شو تي في وبعد الوقفه السلميه اللي كانت هنا قدام القياده السيد القائد طلب من الناس بس يدخلوا عنده ودار الحوار تاع الحوار وكانت الامور مزيانه. السلام عليكم. السلام عليكم بخير. اخويا سعيد قائد كنا عام دابا وربع شهور حنا كاريين ما حنين البقعه ديالنا كاينه مزعزعين وكنزوق النهار القائد كيمشي القائد يجيب لنا كلام ولكن دابا صرح لنا القائد دابا صرح لنا بان نبنيو باستفاده بحالنا بحال الاولين ولا زادين بخير وعاش الملك. اليوم انت فرحان الحمد لله. فرحان الحمد لله. حيد من الكرة. فرحان الحمد لله حيدنا من الكرة والحمد لله والحمد لله والشكر لله وعاش الملك. حميد حميد اجل. السلام عليكم سي حميد. السلام. انت مباشر على قناه شوف تي في بعد اللايف ديال شوف تي في والوقفه السلميه ديالكم السيد القائد الاستدعاء ديالهم الاستدعاء ديالكم من طرف السيد القائد الحوار اللي دار بيناتكم شكون خرجتوا فرحانين؟ السيد القائد استدعانا قال لنا دخلوا دخلنا عنده قال لك اودي انا دافع الملف ديال السيد العامين والعمران على اساس باش يناقشوا هذا الملف هذا لانه قال كاين عندهم عراقيل لانه كانت عراقيل في الاداره كان عندهم وما عارفينش ما يديروا ولكن دابا من هذا الشهر ان شاء الله غادي نقول لكم شي خبر اللي غير فرحكم ومعاك يهضر معنا هو ويعيط واحد المسؤول من ما عرفتش مسؤول كبير عيط في التليفون على السيد القائد قال لي بان هاد الناس خاصهم عطيهم انطلاقه يبداو يبنيو بورقه الاستفاده اللي عطونا في بن سليمان وحنا الحمد لله هذه بشرة خير وعلى هذا المنبر ديالكم جيتوا فيها الخير علينا وكتواكبونا ونتمنوا منكم تواكبونا ديما وتكونوا معنا على طلاع حتى البنيوة البقاع ان شاء الله ونسال الله تعالى التوفيق للجميع وبارك الله فيكم وشكرا. سي حميد هذا واجب هذه قناة الشاب حنا رحنا الإشارة في أي وقت حنا معكم حتى الأمور تدوز على بخير ونجيو ندخلوا عندكم في الدار تسكنوا ان شاء الله بإذن الله. مرحبا عندنا. الله بارك الله فيك. نتمنوا ان شاء الله التوفيق. شكرا لكم الله يوفقكم الله يوفقكم. شكرا. عفوا سي حميد كيف كتشوفوا معايا متابعي قناة شو تي في الحمد لله الحوار داز على ما يرام. إلى هنا متابعي قناة شو تي في إلى اللقاء في بث مباشر آخر إن شاء الله. شكرا إلى اللقاء.